في أمسية فنية استثنائية وبعد غياب طويل عن الساحة، أطل الفنان عبد المجيد عبد الله في ضيافة الفنان ماجد المهندس ضمن الأمسية التي تبثها وزارة الثقافة السعودية على حسابها في انستغرام، تشجيعا للجمهور السعودي والعربي على الالتزام بالعزل المنزلي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد. هذا وأعلنت وزارة الثقافة على حسابها الرسمي في تويتر عن أمسية تجمع الفنان صورة الفنانين وموعد انطلاق السارة التي تنظمها هيئة الموسيقى السعودية بمشاركة العدد من الضيوف البارزين على الساحة الفنية. كان لي خلال أوفاهم غدر بي فوق غدر خان عرفي الألم عرفني الأحزان عشت سنين ظلمة ما وصلنا بين يديا وأحس إنك بعيد ذوب أحضاني مثل قطع جديد علم العشاق كيف الحب يكون بلا حواجز أحلى طعم الحب أكيد زيد ناري وخلي بجروحي ملح خلي نسهر ليلنا لحد الصبح ولا تفكر حبنا غلطة ولا صح إش ما يعدل عمر حبنا يظل جديد.